استاذ احمد سيف، الان امام السفاره الاسرائيليه، حضرتك تواجدت، ماذا تريد؟ والله يعني جيت نعبر زي اي مصري عن رفضي للعدوان الاسرائيلي على الموقع المصري. جيت اشارك الناس يعني. بصفتك محامي، ما رايك في الاعتداء الغاشم على جنودنا على الحدود، رغم انه يوجد اتفاقيه سلام بيننا وبينهم؟ هل هذا يعد انه نقضا لهذه الاتفاقيه؟ اولا ان دي جريمه جنائيه، ان اطلاق النار تم، يعني الوحده الاسرائيليه العسكريه اخترقت الحدود الاسرائيليه، دخلت في اتجاه مصر، بقت فوق ارض مصريه، قامت باطلاق اعيره ناريه ادت الى وفاه الشهيد والضابط والاربع جنود، وبالتالي دي جريمه كامله وقعت فوق الاراضي المصريه، وبالتالي يخضعوا للقانون العقوبات المصري. ده من ناحيه كجريمه جنائيه، واللي ادالهم الامر حتى القاضي الاسرائيلي الموجود في الارض الاسرائيليه يعتبر شريك معاهم في القضيه كمجرم. ده من ناحيه الجنائيه. اما من ناحيه الاتفاقيه طبعا اختراق، وبعدين دليلنا في كده اللي هو قوات متعدد الجنسيات اصدرت تقرير وقالت ان حصل مخالفتين، اختراق من الحدود الاسرائيليه الى الحدود المصريه، ده المخالفه الاولى. الثانيه اعتدائهم على قوات شرطه، انا بوضح ان دول مش ضابط جيش، ده ضابط شرطه واربع عساكر امن مركزي، يعني معهمش الا اربع بنادق. طبعا دي وحده اسرائيليه معاها اسلحه متوسطه، معاها معاونه جويه، معاها، فدي جريمه كبيره. ولكن هل من المصلحه اندلاع حرب؟ هل من المصلحه مصر تنتقد الاتفاقيه في ظروفنا اللي احنا فيها؟ الجيش موزع داخل البلاد، الجيش انهك، وللاسف احنا كشعب، احنا للاسف احنا اللي بننهكه. طبعا لا يمكن ان انا اقر دلوقتي ان احنا نخرق الاتفاقيه، لا، علينا الالتزام بالاتفاقيه. ونستغل، اسرائيل استغلت الواقع لمشاكلها الداخليه، نتنياهو استغل ان في تجمعات عنده وصلت لثلث مليون اسرائيلي وممكن قد تزيد، ليه؟ في مشاكل ارتفاع اسعار، ارتفاع الشقق، فبدا في ضغط عليه. هو هرب من الموضوع ده واخترق الموقف، اختلق الموقف مع الجانب المصري، ومنها برضه بيجس نب المجلس العسكري. هم كسبوا الجوله دي، احنا نكسب احنا من الجوله دي، ان احنا نحاول نزود، نعدل الاتفاقيه ونزود القوات الموجوده في سيناء، منها تفرض الامن ومنها تفرض الوجود العسكري بشكل قوي، ونتمنى ما ناخدش ونقول انتهاك اتفاقيه، لا، نلتزم بالاتفاقيه. اسرائيل ممكن نحاربها اقتصاديا ودبلوماسيا ونجبرها على انسحاب من الارض، لكن دلوقتي التوقيت ده اندلاع حرب، خطا ان احنا نتكلم في هذا الموضوع. شكرا.